وزير شنت أو برلماني أو عضو مجلس أو عسكري أو حتى مدير بالدولة، كلامي هذا موجه للبعض منكم، ترى مهما صعدت بالمنصب أو نزلت تبقى حالك من حالي وحال أي مواطن بالعراق، فلا تغرك المواكب ولا الحمايات ولا المنصب، وخلي ببالك الكرسي عمره ما دام لحد، فشلون تريدها تدوم لك؟ فهلا هلا بالناس وبالهداوة وكضوا حماياتكم، شنو السالفة؟ لنتعرف على حكاية اليوم. الإعلامي الزميل صادق الشمري، دائما نشاهده في مقاطع فيديو في السوشيال ميديا أو في التلفزيون هادئا مبتسما بشوشا يتمتع بطاقة إيجابية، حتى مر بموقف مستفز للغاية يوم أمس، قلب حاله رأسا على عقب، ظهر لجمهوره ومتابعيه على غير عادته يصرخ غاضبا، السبب فيما حصل الحماية، حماية مسؤول تصرف معه بطريقة استفزازية جعله يفقد أعصابه وينهار. الناس ببهاتها مستنطة بالشارع بالتقاطعات وبالازدحامات، وحضرة جنابة من نري يطلع من الدائرة لو من الوزارة لازم يقطعوا له الشارع. بشنو أحسن من الناس انت؟ بشنو أحسن من الناس اللي بالشارع انت؟ يطلع له بي اس يقطع الشارع ويضرب على السيارة؟ هيك يضرب على السيارة لازم توقف؟ ليش أوقف أنا؟ بشنو أحسن من عندي؟ وشنو أحسن من الناس اللي لازمة بالشارع؟ شنو أحسن من الموظف والكاسب؟ ليش؟ ليش أنا لازم أوقف ولازم حضرته يطلع ما يوقف التقاطع؟ أو ما يوقف شوية على مود الناس تعبر؟ نبي؟ وصي؟ ما تبطلون هالسوالف مالتكم هاي؟ ليش؟ إيش وقت تحس إنه أنت حالك حال عالم؟ أنت لخدمة الناس مو تتأمر على الناس؟ مليون علامة استفهام على أي مسؤول يقبل واحد يقطع على الشارع؟ كائن ما يكون. ليش المسؤول ما يوقف حضرته بالتقاطع حالة من حالنا؟ لا شو تريد يوقف؟ ما يصير، غير هو مسؤول. يكمل كلامه فيقول: ترى أنت لا نبي ولا وصي ولا معصوم، يمتى تبطلون سوالفكم؟ إذن الزميل صادق الشمري انفجر غاضبا كما شاهدناه بعد قيام أحد أفراد الحماية حماية المسؤولين بضرب مركبته وأمره بالتوقف وعدم السير في الشارع حتى يمر المسؤول بموكبه. موقف تدناه كعراقيين يتكرر عشرة المرات، لا جديد في الموضوع. عادة ما يشتكي المواطن من المسؤول وحماية المسؤول يضعهم أمام أنظار الرأي العام، وللأسف أنظار الرأي العام يعني قاموا يلبسون نظارات شعب بطل من وراء هلقة ما شافوا ويش حالات. يا أنظار الرأي العام، أنظار الرأي العام قامت ما تشوف، انتهت راحت. والثابت الوحيد الذي لا يتغير المسؤول وحماية المسؤول. مرة يجي رونج سايد، مرة يعبر من الرصيف، مرة يجي من وراك يقول لك أوقف، مرة ينزل لك من القمارة، مرة من السلايد روف يطفر لك يقول لك بس أطبق على صفحة حتى سيد المسؤول، خطية جوعان لازم نوديه بسرعة يتغدى ويرجع.